ترى احنا متفقين موضوع شراء الاسلحه من المواطنين هي جديد، بس اريد تفصل لي اياها. يعني انا جاي ابيعكم سلاحي شلون؟ هذا موضوع هو مو جديد، هذا موضوع نتيجة تراكمات وسنوات طويلة. يعني تركة الجيش العراقي السابق، أحداث 2014، التهريب، بالتالي وصلت كميات من السلاح كبيرة جدا إلى متناول المواطنين. مشكلتنا ليس مع السلاح الخفيف، مشكلتنا مع السلاح المتوسط والثقيل اللي هو أسلحة ساندة. نعمل على هذا الموضوع بخطين. الخط الأول نقوم بتنظيم، طبعا المادة 9 على 12 هذا أيضا هو برنامج حكومي، أيضا هو مو من وزارة الداخلية، برنامج أعدته الحكومة لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة. هذا يحتاج إلى وقت طويل. الوقت كان أو اللجنة أعدت، اللي هي اللجنة الدائمية لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، أعدت برنامج من 4 سنوات. السنة الأولى هو سنة الإعداد للتهيئة لهذا الموضوع، اللي من خلالها شكلنا 697 مركز لشراء الأسلحة. هاي اللي كانت سنة 2023. سنة 2024 هي سنة المباشرة بتسجيل السلاح وتنظيمه وشراء السلاح، والآن العملية مستمرة، عملية شراء السلاح وعملية التسجيل. شغل متعاونين وياكم الناس؟ يعني نسبة جيدة إلى هذه اللحظة، النسبة جيدة. وفي كل يوم معين؟ أنا ما عندي إحصائية دقيقة عن هذا الموضوع. في كل يوم أكو تسجيل للسلاح، وفي كل يوم أكو عملية شراء. الآن باشرنا بشراء السلاح البيكيسي يعني لمدة شهر، وبعدها راح نباشر بسلاح آخر. هناك أسعار يعني منظمة؟ نعم، البيكيسي 5,900,000 أعتقد سعرها الآن اللي يشتروها به، وهو سعر جيد جدا وموازي، حتى قد يفوق على سعر السوق السوداء. ممتاز. يبقى المواطن يسأل، ماذا فعل عبد الأمير الشمري بداخل وزارة الداخلية؟ شنو الهيكلة الجديدة اللي نظمها؟ والله أنا يعني مو دفاعا عن السيد عبد الأمير الشمري، لكن أعتقد ما حقق السيد عبد الأمير الشمري في وزارة الداخلية يشار له بالبنان. نعم، عبد الأمير الشمري عمل بشكل كبير أولا على تنظيم وزارة الداخلية وعلى تنظيم الأمن بشكل كامل في البلاد. أنا أعمل معاه بتماس مباشر، رجل يعمل 17 ساعة باليوم، الدوام مالته 17 ساعة باليوم بدون توقف. عمل على الأداء الإداري لوزارة الداخلية، استحدث الكثير من المدير، حتى أديش بالتفصيل، يعني استحدث الكثير من المديريات. كان أكو عندنا موضوع ترهل، مثلا ارتفاع بالرتب العليا وانخفاض بالرتب الصغيرة. الآن ده يعمل على هذا الموضوع بشكل جاد جدا، فتح 3 دورات. يعني في العام الماضي خرجنا ما يقارب 4,500 ملازم، الآن في صدد، يعني قريبا جدا راح تفتتح دورات اللي هي 30 في المعهد العالي، 71 في كلية الشرطة، 55 الضباط العالية، 11 المفوضين. هذا كله رتب صغيرة حتى نقضي على الترهل